السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وريفيو عن منتج انا استخدمته، حبيت انقلك تجربتي للمنتج ده. المنتج هو لوشن فيزلين. من فترة كنت عملت فيديو عن مقارنة ما بين فيزلين الكريم وبين الدابر هربلين، وقلت لك الفوائد والعيوب ما بين كل واحد والتاني. النهاردة جيت اعمل لك ريفيو عن فيزلين كلوشن للجسم. الحقيقة انا فيزلين كلوشن للجسم انا بستخدمه من زمان جدا، يمكن بستخدمه من حوالي من 2014 او من 2013. كنت بستخدم في الاول اللي هو بزبدة الكاكاو، وقتها كنت جايباه تقريبا كان بحوالي 25 او ب 30 جنيه، وكنت بستخدمه في فترة الجامعة. كان حلو جدا وريحته حلوة جدا، وكمان اللي بالكاكاو كان جميل لان هو كان ريحته حلوة وريحته زي ريحة قريبة من ريحة الكاكاو، فكان الجسم بيفضل متعطر لمدة حوالي من 3 ل 4 ايام بريحة الكاكاو، فكانت بالنسبة لي حاجة كويسة ان انت كنت بتنزلي كتير، وكمان لو انت في فصل صيف او في حر، ففكرة ان ريحة الجسم تبقى متعطرة بحاجة حلوة عشان العرق، فدي كانت حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. فطبعا ان انا ابقى بستخدم منتج من حوالي 2013 لحد 2020، يعني حوالي 7 سنين بستخدمه وبجدد فيه، ده معنى كده ان هو منتج كويس جدا جدا. هو حلو جدا لان اولا انت ما بتستخدميش منه كمية كبيرة، يعني العبوة دي بقى لها معايا حوالي سنة ونص، وهي الصلاحية بتاعتها سنتين، ده لان هو العبوة ما شاء الله كبيرة، والفكرة كلها ان انت بتاخدي منه كمية بسيطة على ايدك. لو هتستخدميه لوشن بعد الحمام بتاخدي كمية بسيطة على ايدك، وانت اول ما بتبتدي يعني تفركيه كده هتلاقيه قرب يتحول زي المية، فبيبقى سايل فبيفرد معاكي الكمية، فما بتحتاجيش ان انت تاخدي منه كتير. وزي ما قلت لك انت بتحطيه والجسم ما بيكونش مبلول، بتحطيه والجسم بعد ما بتنشفيه، بحيث ان هو زي ما قلت لك بيبقى عبارة عن مية، فما ينفعش تحطيه وهو مبلول، ده زائد ان هو سوفت فهيتشرب معاكي بسرعة. انا استخدمته وما زلت بستخدمه، وانصحك باستخدامه لانه فعلا حلو جدا، وده هتلاقيه موجود في اي مكان في مصر وغير مصر. وزي ما قلت لك انا كنت جايباه في حدود 30 جنيه، بس الكلام ده من فترة كبيرة في مصر، فأنا حاليا الفترة دي مش عارفة هو بكام، فما تقلقيش حتى لو مثلا لقيتيه في حدود 60 65 جنيه أو 70، هو كده كده هيقعد معاكي كتير، لأن زي ما قلت لك أنا بستخدمه بقالي سنة ونص، ففكرة إن سنة ونص على مثلا 60 70 جنيه هيبقى معاكي، هيقعد معاكي مدة. وبالنسبة هنا للسعودية هو تقريبا موجود في حدود 25 ريال أو حاجة زي كده، فأنصحك تجربيه. لو عجب الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هعملها. شكرا وباي باي.